يعني اليوم بين اهلي اهل الطارميه. وانا اليوم ابنكم موجود بينكم. انتوا اهلي. وبيتكم بيتي. وسلامتكم سلامتنا. ان شاء الله. الله يسلمك ويعزك. انا موجود بينكم اليوم لان وصلت لي اخبار عن تجاوزات على اهل الطارميه. ابد ما اكو تجاوزات. البعض يقول هناك حمله اعدامات واعتقالات بالمئات في الطارميه ردا على استشهاد البطل امر اللواء العميد علي قدم نفسه لحمايتكم وهو بطل من ابطال الجيش العراقي. لكن البعض حاول يصور صوره وهميه من اوهام اعداء العراق ان هناك حمله انتقام. الدوله لا تبنى بالانتقام، الدوله تبنى بالقضاء وتبنى ضمن مفهوم المواطنة. هناك ادعاءات وأوهام حاول يصنعها البعض أن هناك حملة اعتقالات وإعدامات جماعية. هذه تصرفات داعش. هذه دولة قانون ودولة خدمات للمواطنين. لكن نية الحكومة عن إعلان انتخابات مبكرة خلت البعض يزايد ويحاول يخطف أصوات أبناء الطارمية تحت عناوين مرفوضة. قضينا على الطائفية ولا نريد أحياء الموتى. أهل الطارمية أهلنا وأنا رئيس وزراء لكل العراقيين. أسأل سؤال، إذا أكو إعدامات أو اعتقالات أو تجاوزات هاليومين بسبب استشهاد العميد البطل علي حسن غيدان قولوا لي. لا ماكو هالشيء. هذه اتهامات باطلة. أطلب من الدعاء العام أن يفتح تحقيق بهذه الاتهامات الخطيرة التي تمس الأمن الوطني العراقي. أعرف أكو تحديات عندكم كبيرة وأعرف عندكم مطالب مشروعة، ولكن أقول الطارمية طارمية الخير، بها الماي والزرع وبها الكفاءات، وأنتم كلكم عرب والعربي بطبيعته يرفض المفهوم الطائفي اللي منبني على العنصرية. احنا عراقيين يوحدنا مفهوم واحد هو الوطن والعراق. انتوا ابنائي. كنا معاك. انتوا ابنائي. واقول لكم شغله واحده. خل نبني هذا العراق بانتخابات نزيهه ولا تسمعون لحد يحاول يخطف صوتكم تحت عنوان طائفي. هذا بي خدش بعروبيتكم. وبيخدش بكرامتكم. لا تقبلون غير العراق. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين. أنتم العراق. شكرا.